السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي صديقاتي إخواني أخواتي في هذا الفيديو. موضوع اليوم إن شاء الله غادي نتكلم على واحد النقطة مهمة، وإن شاء الله يا رب تركزوا معي من بداية الفيديو إلى آخر الفيديو، لأن هناك نصائح إن شاء الله غادي تكون مهمة لأصحاب القنوات المفعلة والغير مفعلة. اول شابتر او اول يعني حلقه في الموضوع غادي نتكلم شنو هما الاشياء المحظورات او الاشياء غير المحظورات، يعني اشياء يعني هناك اشخاص يقومون بحفلات دعم القنوات اخوان واخوات ولا يفهمون ولا يدركون نقاط مهمه. طيب اخواني اخواتي، لكي اضع كما نقول النقاط على الحروف، في بداية المسألة ضع لايك ولا تنسى الاشتراك في القناة لو أنت غير مشترك، من أجل يعني يصل كل ما هو جديد على قناتنا، على قناة بطابة الحال، وهذه قناتكم إخواني أخواتي. تحية كل إخوان أخوات بدون استثناء، الله يسهل لكم جميعا. كيف ما قلت لكم إخواني أخواتي، غادي نتكلم على الأشياء، ما هي المحظورات والغير محظورات، سواء على الفيديوهات أو على اللايف المباشر. غادي نبدا اخواني على الفيديوهات. حنا دائما كنعرفوا منصات اليوتيوب تقول لك انت صانع محتوى، تقوم بتنزيل محتوى حصري من الكاميرا، كما الان اقوم بتصوير محتوى حصري من هذه الكاميرا. هذا لن تجد فيه لا مشكل في حقوق طبع النشر، لا مشكل في الموسيقى، لا اي مشكل في منصه اليوتيوب بصفه عامه، تستطيع تحقيق منه الربح. ايضا تستطيع اخذ فيديوهات معاد استعمالها، ولكن تكون انت في الصوره وتقوم بالتحدث عليها او التعقيب عليها او ابداء الراي عليها، فهو ايضا هذا المحتوى يعتبر محتوى مسموح به في اليوتيوب. ولكن اخواني اخواتي، انا غنركز على واحد النقطه مهمة جدا. كيف ما تكلمت معكم في بداية الأمر، شنو هما المحظورات؟ يعني إخواني لا توجد محظورات. المحظورات بين هي المشاهدات الزائفة من نفس الهاتف، من نفس الحسابات، يعني هذه الأمور يعني معروفة عليها، لأن لست أنا الذي أتكلم، ولكن إرشادات المنتدى تقول لك ما لك وما عليك. طيب إخواني، في البث المباشر بالله عليكم إخواني أخواتي، لا توجد حاجة اسمها الإيموجي بحرف. الإيموجي بحرف يعني هذه فقط خزعبلات توارثت من أشخاص هم أيضا أخوات أو إخوان لا يفهمون يعني جملة وتفصيلا يعني كيف الأمور تأخذ في منصة اليوتيوب، ويقومون فقط بالسماع وبإعادة يعني نقل المحتوى للأشخاص، ظن منهم انهم يقومون بافادتهم، وبالعكس هم يقومون بوضعهم في موقف محرج وفي ليس قوه يعني العمل، بل في حاله الضعف. الايموجيات، الارقام، الروابط، حتى رابط الفيديوهات لا تضر القناه، ولكن في سياسه وارشادات المنتدى اخواني اخواتي في البث المباشر، يعني صورة مخلية بالأدب، عناوين تنمر، عناوين يعني أشياء يعني ممكن أن تكون لها تأثير في إرشاد المنتدى، قد تسبب لك مشكل في البث المباشر. ما عدا ذلك إخواني أخواتي، الكلام المحظور يعني كلمة اشتراك، تبادل، عادي أي شخص ليس لديه المفتاح ف يعني طبيعيا سوف يذهب أو كلامه إلى المراجعة. بما أنك صاحب القناة تستطيع إخفاء أو إظهار أو إعطائه المفتاح، هكذا لن تذهب الكلمات إلى المراجعة. لا يعني إخواني أخواتي، الكلمات التي تذهب إلى المراجعة أرجوكم لا تسبب أي مشكل للقناة، يعني فعليا هي لا تسبب أي مشكل للقناة. طيب إخواني، النقطة الثانية، من أجل زيادة المشاهدات ومن زيادة التفاعل، هي مسألة حظ. يعني هناك عمل وهناك حظ، لا تستسلمون إخواني أخواتي بالله عليكم. العمل ثم العمل ثم العمل، مواظبة على تنزيل الفيديوهات. يعني أنا شخصيا أقوم بتنزيل فيديو ممكن يجيب 100,000، ممكن يجيب 2,000، ممكن يجيب 3,000، ممكن يجيب 15,000، ممكن يجيب 20,000، ولكن أحاول يعني أقوم بنشر الفيديو، أقوم بعمل فيديوهات على قناتي. هذا هو النقطة المهمة إخواني اللي لازم تركزون عليها، هي تعطيو المحتوى
يعني كيف ما كان طبخ، فلوغات، ألعاب، أعمال يدوية، كيف ما كان محتواك، يعني حتى لو كان بسيط، حتى لو كان تصوير رديء، العموم أنك سوف تبحث على قاعدة جماهيرية تعرفك. وأذكر بالاختصاص يعني إخواني أخواتي واحد المسألة أيضا، يعني أنا كنلاحظ في كثير القنوات كيركزوا على اللايف والسوبر شات، تركزون على اللايفات فقط، اللايف سوبر شات. أنا ما أعرفش وأنا ما أعرفش وأنا مريضة وأنا عندي ابنة. أنت يا أختي أو أنت يا أخي صانع محتوى، بالله عليك يعني 24 ساعة لايف على لايف على لايف على لايف، صعب صعب أن تحقق يعني القيمة المتعارف عليها. مثلا في كل بلد في أوروبا 70 دولار، مثلا في المغرب 80 دولار، في مصر 100 دولار. يعني كما تقول أنتم تقولون شرط رابع، أنا لا أحسب، ليس هناك شرط رابع يا إخواني، ليس هناك شرط رابع. ممكن تجيب حتى 100,000، حتى مليون، حتى 2 مليون، لا تقولون الشرط الرابع. يعني الحد الأدنى للسحب في كل بلد في أوروبا 70 دولار، مثلا في المغرب 80 دولار، في جمهورية مصر العربية مثلا وأمريكا 100 دولار، يعني أقل من 100 دولار سوف يعني تخزن في حسابك الأسنس حتى تصل الحد الأعلى للسحب وتأخذ الدفعات على حسابك البنكي. طريقة هي تحميل الفيديوهات، تنزيل أكثر ما يمكن من الفيديوهات، العمل على قناة، لأن الربح الكبير أو الربح إخواني أخواتي أتكلم معكم بصريح العبارة، الربح على الفيديوهات. نقوم بتنزيل الفيديوهات حبذا لو كان فوق 8 دقائق. لماذا؟ من أجل عمل الفواصل الإشارية. ونقطة في فواصل الإشارية إخواني، العرض الأولي جميل، نقطة في الفواصل الإشارية، يعني حتى لو قمت بوضع يعني فيديو 10 دقائق، قمت بوضع يعني لا أدري، لا تقوم بإطعام الفيديو في كثير الإشارات، لأنه يعني لست الذي أنا أقول، منصة اليوتيوب تقول حتى لو قمت بوضع الفواصل الإشارية، يعني الفيديو حط فيه 5 6 7 فواصل الإشارية حتى لو كان مدته ساعة أو نصف، يعني لا تقتل، لأنه هذه الإدارات هل سوف تظهر للمشاهد ضمنيا، يعني احتمالية نعم واحتمالية لا، لكي لا تعرق المشاهد بكثرة الإشارات، وهكذا المنصة اليوتيوب تتعامل مع المشاهدين. طيب نقطة إخواني أخواتي، أي سؤال لديكم فقط قوموا بطرحه وأنا أقوم إن شاء الله بالإجابة عليكم. تحلوا بالصبر، توكلوا على الله سبحانه وتعالى، خليكم دائما طاقة إيجابية. نعم إخواني أخواتي، طاقة إيجابية منفعمة بالحياة والحيوية، وإن بعد عسر يسر إن شاء الله، وأكيد غادي تنجحوا بقنواتكم فقط بالعمل والمواصلة والمثابرة. نقطة مهمة أيضا أريد التحدث عليها إخواني أخواتي، حينما يكون هناك لايف تبادلات، التبادلات يعني أوكي، شخص يريد يعني استكمال الشرط الأول المتمثل في 1000 مشترك، هناك منصات اليوتيوب، الفيسبوك، التيك توك، وسائل يعني منصات عديدة تستطيع يعني نشر قناتك ومحتواك عليها. إذا استوفيت الشرط الأول تشتغل على الشرط الثاني بمجهودك الشخصي، بمحتواك، لأن المحتوى الذي يقوم بتحصيل على الساعات التي تخول لك تقديم قناتك إلى المراجعة وإلى تفعيل القناة. هناك طرق كثيرة كما تشاهدون، قوموا بالبحث على منصة اليوتيوب وتشاهدون طرق كثيرة، سواء من الهاتف أو من الحاسوب، أو تختار شراء الساعات. ولكن إخواني أخواتي الطمع الكبرى، وهنا المسألة سوف أتحدث معكم، حينما تقومون بتفعيل قنواتكم وب يعني تفعيل الحساب الأدسنس وإلى آخره والربط الحساب البنكي، يأتي شخص أو تأتي شخص تقول لي هاري أنا يعني لمدة 3 سنوات لم أقبض. حينما تبحث في قناته أو في قناته تجدهم أنهم يقومون بتنزيل الفيديو مرة كل شهر، مرة كل شهرين، كيف سوف تحقق الأرباح؟
انا سوف انزل الفيديو اليوم، انزل الفيديو عادي جاب 10 مشاهدات عندي في ارباح، جاب 100 عندي في ارباح، اقوم بتنزيل الفيديوهات، كل فيديو بيجيب يعني عدد من السنتات لا باس به الحمد لله، يعني فيديو على فيديو على فيديو احد الفيديوهات سوف يعني يطلع في منصه اليوتيوب او ياخذ مشاهدات او تفاعلات اكثر، وهكذا تاتي لك الارباح تدريجيا على قناتك يا اخواني اخواتي. بالله عليكم يجب ان تكون لكم روح العمل المثابره. انا اقول لكم اخواني اخواتي بصريح العباره، يعني انا لاحظت كثير يعني في هذه المده 3 سنوات لاحظت يقومون بتفعيل القنوات وفي الاخر يقول لك انا لا اعرف، يعني ليس لدي المقدره ولا افهم، يعني إذا رأيناها بالمنظور الآخر هناك قنوات بسم الله ما شاء الله قنوات عادية وحققت شهرة كبيرة وحققت يعني حتى أموال طائلة فقط بالعفوية فقط بالعمل وعمل فيديوهات جديدة، يعني تقرب من الجمهور الخاص بك، إنشاء جمهور خاص بك أنت يحبك، ليس فقط زورني عند فلان ادخل عند فلان أنا شاهدت لك، يعني أنا أقولها وأعلنها إخواني أخواتي مسألة التبادلات وبصدق الكلام الفاضي زورتك بصدق ما زورتكش بصدق أنا لا تدخل من عقلي لا من هنا ولا من هنا، يعني هذا المسألة أكبر منتدى ولا أكبر جروب، فهذا الناس أشخاص يقومون بالبيع وشراء المشتركين والساعات ويقومون بخدمات فيبيعون لكم الوهم، الله يسهل عليهم. العمل إخواني أخواتي هو تصوير الفيديوهات كما أفعل الآن، أقوم بتصوير الفيديو، تحدثت معكم في موضوع، أعطيتكم بعض النصائح، من أحب يعني سوف أختار عنوان مناسب، صورة مصغرة مناسبة، كلمات دلالية مناسبة، وأقوم بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأتمنى هذا الفيديو أن يحقق لما لا 10,000 لايك و 2 مليون مشاهدة، ممكن الله أعلم لا ندري. على العموم إخواني أخواتي رسالتي بكل بساطة هي العمل ثم العمل ثم العمل، لا تكترث من الأشخاص، لا تذهب إلى الأشخاص أو الإخوان الأخوات بكل صفة عامة، لا تذهب إلى الأشخاص الذين يكون لديهم طاقة سلبية ويكونون في تلقاء أنفسهم أشخاص يعني ضعفاء، يعني ليس بمعنى ضعفاء أنهم ضعفاء ولكن يعني ينتابهم في بعض الأحيان اليأس، قلة الخبرة، ربما أشياء كثيرة، وهذا لا يعني أنك لن تنجح في منصة اليوتيوب، فقط توكل على الله سبحانه وتعالى، قم بعمل فيديوهات، أحب قناتك إذا أحببت عملك، وسوف تأكد يا أخي أختي والله لا إله إلا العظيم تأكد يوما ما سوف تصل إلى النجومية وإلى الشهرة وإلى التفاعل في قناتك، فقط توكل على الله سبحانه وتعالى ودع السفينة تبحر في البحار ولها رزقها إن شاء الله. كيف الله يرزق الطير في السماء والسمك في البحر، الله يرزق عبده المصطفون. نعم أنت أختي أختي وأخي. على العموم هذا هو الفيديو إخواني أخواتي، والله بصراحة كما تلاحظون 13 دقيقة مرت بسرعة، أحاول دائما من هذه الفيديوهات هي فيديوهات توعوية، فيديوهات طاقة إيجابية، فيديوهات من أجل ضخ دماء جديدة، من أجل ضخ يعني قوة وصلابة لكم أنتم إخواني أخواتي، وضخ دماء جديدة وروح معنوية قوية جدا من أجل يعني الاستمرار والعطاء والعمل، وأكيد إذا كان فيها يعني خير سوف يأتيك بها الله، وإذا لم يكن فيها خير يعني شيء من العمل، وليس يعني إنسان في إذا تعبت أخي إذا تعبت أختي قم بتغيير الجو، خلي اليوتيوب على جنب، ارتاح ارتاحي وقومي بعمل فيديوهات، وأتمنى لكم التوفيق جميعا إن شاء الله بدون استثناء. شكرا على مشاهدة الفيديو، وتحية كل إخوة الأخوات، يعني بصراحة أشتاق إليكم كثيرا، شكرا على متابعة الفيديو. تحية صغيرة الخوية نوفل ميدروك أميل العربي زنوبة فوفو لطيفة أم زين كله عنده ويد وردة البيضاء خوية نوفل بطبيعة الحال مريم الكويت راموش نارجس بنين من تاني منال بحر إيلين مريم في الكويت آمنة
مياوي مريم بي اكس دي. شكون اللي نسيتي عاوتاني؟ تحياتي لكم كاملين كل إخوة الأخوات بدون استثناء، وإن شاء الله تكونوا بألف خير، ومتمنيت لكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. دمتم سالمين غانمين، وأراكم في فيديو لحق إن شاء الله. هكاك حطوا فيديو صوروا فيديو ربي غادي يسهل عليكم. يلا السلام عليكم، نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم. سو باي باي.